بازدياد عدد السكان تتنوع الاحتياجات وتزداد القوة الشرائية، ومع هذه الزيادة وتغير الظروف المناخية تتأثر الثروة السمكية من حيث حجم الإنتاج، فتصبح الفجوة بعيدة وتتسع معها العقول في إيجاد البدائل التي بدورها تحتاج إلى عقلية وفكر تضع الحلول المناسبة والتي تتفق مع ظروف البيئة البحرية بطريقة تدعم الارتباط بين الإنسان وعطاء البحر، وتساهم في بناء ثروة سمكية قادرة على الاستمرار لأجيال قادمة. إن تربية الأحياء المائية هو الحل الذي يعطي صفة الديمومة والتوافق في عطاءاته، وهو من أسرع منتجات الغذاء نمواً في العالم، وقد اكتسب اهتماماً عالمياً لمساهمته في الرخاء الاجتماعي والاقتصادي. ويتوقع أن تكون تربية الأحياء المائية أحد أهم التحولات الرئيسية في المستقبل القريب للثروة السمكية في العام 2020 ميلادية. ومع تبني التقنيات المتقدمة والسياسات والتشريعات المنظمة للعمل في هذا القطاع، فإن الاستثمار في الاستزراع السمكي سوف يكون له دور كبير في تقليل الفجوة ما بين العرض والطلب، وسوف يساهم بشكل فعال في توفير فرص العمل، كما أنه سوف يلعب دورا كبيرا في منظومة الأمن الغذائي، الموضوع الذي يمثل أحد أهم التحديات أمام المجتمعات اليوم. السلطنة تتميز بطبيعة مهيئة لاحتضان مشاريع الاستزراع من كافة الجوانب، سواء في أرض البحر أو على الشواطئ أو في المزارع، مع الوضع في الاعتبار نوعية الأسماك التي يراد تربيتها لتتكاثر في إطار الجودة وحسب اشتراطات تسن وتوضع من أجل نجاح الاستثمار، عبر حزمة من المزايا التي بدورها ستعطي دفعة قوية لدخول المستثمر بقناعة تامة في هذا المجال. ولو تفحصنا التاريخ فيما يخص الاستزراع لوجدنا الصينيين والفراعنة وبلاد ما بين النهرين هم من بدأوا التجربة حسب معطيات تلك الحقبة التاريخية، لكن البداية الفعلية للاستزراع ومساهمته كمصدر مهم للبروتين الحيواني بدأت في القرن العشرين. والاستزراع السمكي هو تربية الكائنات المائية في بيئة مائية محصورة يمكن التحكم بها، وتشمل هذه الكائنات الأسماك والرخويات والقشريات والنباتات المائية. تستخدم في الاستزراع السمكي عدة طرق، والتي يتم من خلالها تربية الكائنات المستزرعة، ومنها التربية في الأقفاص الشبكية عن طريق وضع الأسماك في أقفاص عائمة أو غاطسة في البحر والأخوار، وكذلك التربية في البرك، وهي أحد الأنظمة المستخدمة بكثرة في عملية الاستزراع. وقد تكون هذه الأحواض دائرية أو مستطيلة أو مربعة الشكل، إضافة إلى ذلك التربية في الأحواض الصناعية عن طريق أحواض دائرية الشكل، وتكون مصنوعة إما من الإسمنت أو البلاستيك أو الألياف الزجاجية، وأيضا استزراع المحاريات، وتكون طرق التربية فيها بالعوامات الطافية والخيوط الطويلة. هناك العديد من المعطيات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند البدء في أي مشروع استزراع سمكي، منها الموقع والنوع والتقنيات المستخدمة ومصادر الغذاء والزريعة ودراسة الجدوى الاقتصادية والتأثيرات البيئية، وذلك من أجل تحقيق النجاح. ولذلك فقد قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بوضع كافة التسهيلات لذلك، كما بذلت جهوداً حثيثة في إنشاء مختبر الاستزراع السمكي في عام 92 و900 ألف بمركز العلوم البحرية والسمكية، كما تم مؤخراً إنشاء مركز للاستزراع السمكي في السلطنة يقوم بأبحاث تطبيقية لتحقيق نمو متسارع لقطاع الاستزراع السمكي إلى جانب الدراسات والبحوث ذات العلاقة. وأيضاً وفق منظور حديث يساهم في تطوير الاستزراع السمكي،
كما تم إعداد أطلس للمواقع المناسبة لمشاريع الاستثمار السمكي في السلطنة، يحتوي على معلومات شاملة حول مختلف المواضيع الرئيسية، بالإضافة إلى العديد من صور الأقمار الصناعية الهامة للمواقع التي اختارتها الوزارة بعد دراسات لتنفيذ تلك المشاريع. إن التنمية المستدامة والتنافسية الناجحة للاستزراع السمكي في السلطنة ستعتمد على العديد من العوامل، ومنها الالتزام والدعم الحكومي وتبني الأنظمة التشريعية.